يذهب المصريون إلى السواحل دوما بحثا عن نسمات هواء في ليالي الصيف الحارة، يهربون من الوادي إلى البحر. فهل المصايف ما زالت تحمل نفس هذه الفكرة البسيطة، البحث عن نسمات الهواء وإعلان الأجازات، أم أن المصايف صارت فكرة استثمارية ومعركة اجتماعية؟ أهلا بكم. اللي يقلب في المجلات القديمة أو يحب، وخاصة في سنوات الأربعينيات، هيشوف صور اجتماعات لحكومة النحاس باشا مثلا في سان ستيفانو، هيتفرج على صور الملك فاروق بيتحرك من المنتزه لرأس التين. يمكن لسنوات طويلة ظلت الأسكندرية تنفرد بقلوب المصريين وبجيوبهم كمان في فصل الصيف. كان المصيف وقتها فرصة للراحة والاستمتاع بالعشرة وباللمة، وما فيش مانع من فصول بسيطة لغرام مراهق أو بريء، يمكن عبر عنه عبد الحليم حافظ في أغنيته الشهيرة قاضي الغرام، والمطربة أنغام في العصر الحديث في هوى المصايف. تاريخيا الحقيقة المصريين عرفوا المصايف لما ظروف الحرب العالمية الأولى حرمت الأغنياء من السفر لأوروبا، ولما الحرب طولت شوية كان ضروري البحث عن بديل محلي، فبدأ التفكير لأول مرة في بيان كيان على البحر. الكيان ده كان عبارة عن إيه؟ كباين في إسكندرية، ويمكن كمان في مرسى مطروح، وعشش في راس البر وجمصة وبلطيم. في سنوات الأربعينيات بدأت عملية بناء الكورنيش، كورنيش الإسكندرية الشهير طبعا، وده كان أيام حكومة إسماعيل صدقي، والوضع ظل على ما هو عليه يمكن لغاية لما وصلنا لكباين المنتزه وشاطئ ستانلي وجليم وسيدي بشر والمنتزه. وفي الستينات بدأت بقى سيرة المعمورة تيجي، والعجم بالتأكيد. أما في سنوات التسعينيات فبدأت الهجرة، سيرة الهجرة وراء أسوار العزلة فيما يطلق عليها المنتجعات. لسه عموما في ألبومات، يعني صور موجودة طبعا نلاقي في كل عائلتنا، نلاقي صور ملونة عن رحلة المصيف، لعب الكورة، أكل الفريسكا، المشي على الكورنيش، الفرجة على السيرك في كل الشواطئ تقريبا اللي كانت عمرانة بالناس. كان في حالة بهجة، حالة حوار، كان في كمان رغبة في التعارف والاكتشاف. لكن للأسف الشديد في العشرين سنة الأخيرة بدأت رحلة الهرب لمنتجعات للأسف معزولة، واللي تابع رحلة المصريين ورا نسمة الهوى هيلاقي إنها أقرب لخطة، خطة للزحف في اتجاه الشمال الغربي من العجمي لسيدي كرير كينج مريوط، لغاية ما وصلنا لمراقيا في التسعينيات ومارينا طبعا في بداية الألفينيات. ولما خلصنا 10 سنين في القرن 21 دخلنا عصر هاسيندا وتلال ومراسي وكل اللي بنسمعه هذه الأيام. ومع كل نقلة الحقيقة كان بيبقى فيه تحول اجتماعي محتاج لبحث، محتاج لتفكير. ليه بنهرب من الزحمة والمدن الطبيعية ونروح وراء الصحراء؟ ايه اللي خلانا في المصيف نتخلى عن العشرة، نتخلى عن فرصة الاكتشاف ونروح للعزلة؟ هل العزلة زي ما كتبت نشطة على الفيسبوك هي قرار ضمني اتفق عليه المجتمع يمكن دون استفتاء او انتخابات، بحيث انه كل مجموعة تاخد اللي شبهها وتروح لمنطقة بعيدة يعيشوا فيها؟ هذه الليلة احنا بنطرح السؤال وبنتابع رحلة المصريين مع المصيف قبل وبعد الهجرة الجماعية إلى المنتجعات المغلقة. في الشهر السادس من كل عام يحل علينا فصل الصيف، فيلجأ المصريون إلى المصايف هربا من درجات الحرارة المرتفعة وطلبا للاستجمام. في العشر سنوات الأخيرة تغير الكثير من الثقافة الاجتماعية للمصريين، ويعد شكل وملمح المصيف واحد من أبرز تلك المتغيرات. فقديما كان المصيف لا يتم دون الأهل، فتخرج الأسرة بأكملها إلى المصيف، لكن تلك العادة تغيرت وأصبح الأصدقاء هم أساس السفر، وهو ما يعتبره البعض ضعفاً في الترابط الأسري. على مدار العقود الستة الماضية تغيرت خريطة المصطفين تدريجياً، وبعد أن كانت الإسكندرية هي مصيف الطبقات العليا بدأت البوصلة تتغير وتتجه نحو الساحل الشمالي والعين السخنة ورأس سدر، وأصبحت الإسكندرية هي وجهة الطبقة الوسطى مع بورسعيد ورأس البر والإسماعيلية. مع زيادة الأعباء الاقتصادية ارتفعت تكلفة قضاء أسبوع أو عدة أيام في أحد المصايف،
فظهر ما يعرف بمصيف اليوم الواحد، عملا بالقول الشعبي الشهير نص العمى ولا العمى كله. لكن أيا ما كانت تلك المتغيرات، تظل المتعة ويظل للمصيف في مصر مذاق خاص وإن تغيرت الظروف والأحوال. المصيف، المصيف الحقيقة كمان بالنسبة لبعض علماء الاجتماع فرصة ممتازة لفهم طبيعة المجتمع وكيفية تطوره. خلونا نشوف مع بعض مفكرين. خلينا نشوف مثلا يعني كاتبنا الكبير ومفكرنا الكبير جلال أمين كان بيقول إيه. جلال أمين الحقيقة كان ليه تصورات كتير عن المصايف. مثلا جلال أمين بيقول في كتابه عن تحولات المصريين إنه المصريين في البداية كان في ستانلي، كان في شاطئ جليم، كان بيتكلم على هذه الشواطئ في بدايتها إنها كانت محدودة لبعض المصريين، وزي ما قلت لكم في الأول الناس اللي كانت بتصيف بره مصر ما كانش في مصيف في مصر، بقى بتصيف في ستانلي، وده يمكن ظهر لما الحكومة بقى لها مقر صيفي وبقت بتشتغل هناك. على أي حال خلونا نشوف بعض الأرقام اللي إحنا ممكن نبص عليها كده ونفهم هي المصايف دي حجمها قد إيه، لأنه الحقيقة الأرقام ربما تكون جديدة على البعض تماما. خلونا نبدأ من عدد الناس اللي بيروحوا المصايف. شايفين الرقم 40 مليون مصري بيترددوا على المصايف سنويا. 40 مليون يعني تقريبا احنا بنتكلم على اكتر من 40% بشوية، وده رقم بالمناسبة كبير جدا. طب الناس دي بتدفع قد ايه؟ بيدفعوا من حوالي من 12 ل 15 مليار جنيه في المصايف سنويا، ده طبعا غير الاستثمارات اللي موجودة اصلا في هذه المصايف. طيب نبص بقى بيخططوا ازاي؟ ده 10% من دخلهم السنوي بيزبطوه علشان حصول على لحظة الترفيه هذه في فصل الصيف. طيب بما ان الموضوع كبير كده، الاقتصاد بيأثر على المصايف؟ يقينا بيأثر على المصايف. لأني درجة نبص مع بعض هنلاقي انه في هنا ده 40% زيادة في نسبة البيع والشراء بسبب المصايف، وده معناه انه في حالة استهلاك عالية جدا بتتم في المصايف. طبعا اهمها زي ما احنا شايفين حركة التجارة دي بتنتقل للمدن الساحلية خلال فصل الصيف، ودي مسألة منطقية جدا. طبعا في المقدمة بتاعت الملابس، بتاعت المواد الغذائية، وبعد كده طبعا الملابس الجاهزة اللي هي بتكون اقل حاجة، لكن كل السلع بتروح الى المصايف. طيب احنا زي ما احنا بنقول انه في حاجة يعني ايه، عايزين نعرف هم المصريين ليه رحلتهم اتغيرت وراء نسمة الهوى. احنا محتاجين نسأل ونعرف اكتر من ضيفنا العزيز النهاردة، استاذ علم الاجتماع الاستاذ الدكتور خالد عبد الفتاح. الدكتور خالد عبد الفتاح استاذ مساعد علم الاجتماع بكلية الاداب جامعة حلوان، نال درجة الدكتوراه في موضوع التحليل السوسيولوجي للعمل التطوعي في مصر، يشغل منصب امين عام الجمعية السوسيولوجية المصرية. تتركز دراساته وأبحاثه على التغيرات الاجتماعية من خلال الإحصاء السكاني ورصد التعدادات والمساحة السكانية. تهدف دراساته إلى بحث تاريخ الفكر الاجتماعي وإجراء التدريبات الميدانية. تهتم الرسائل العلمية التي ناقشها وأشرف عليها بالتنشئة الاجتماعية في المجتمعات السياحية. نال الجائزة الثالثة في مسابقة الباحثين الشبان حول مشاركة المرأة في صناعة القرار في العام 2004. للدكتور خالد عبد الفتاح الكثير من المنشورات، من أهمها الأطر الثقافية الحاكمة لسلوك المصريين واختياراتهم، قضية التعليم في مصر، العائد الاقتصادي والاجتماعي، قيم العمل الأهلي في مصر، دراسة ميدانية. إذن نحن الليلة الحقيقة على موعد مختلف، موعد عشان نفهم فيه طبائع جديدة في مجتمعنا، يمكن عبر لحظات خاصة جدا اللي احنا بنقول عليها سيرة المصايف. عايزين نتكلم على المصريين لما بيقرروا الحصول على أجازة أو الاستمتاع بنسمات الهواء على سواحلنا. هذه الليلة بالضرورة سنحاول أن نفهم مصر 2017 عبر الناس والمصايف. عايزين نفهم الفكرة الاستثمارية والمعركة الاجتماعية. بعد الفاصل مع الأستاذ الدكتور خالد عبد الفتاح أستاذ علم الاجتماع، الحوار مستمر.
ويبقى الحوار مستمرا على شاشة أون لايف. نحن الليلة بنتحدث عن المصايف، نتحدث عن فكرة استثمارية، ونتحدث عن معركة اجتماعية، وأيضا نتحدث عن تاريخ، عن الناس والمصايف. ربما يبدو الموضوع أنه زي ما بيقولوا كده أنه موضوع خفيف، لكنه في واقع الأمر هو موضوع كاشف، ولا يا دكتور خالد؟ بكل تأكيد، يعني حضرتك لخصت في المقدمة كتير من القضايا الاجتماعية أو المدخل السوسيولوجي لفهم فكرة المصايف أو سلوك الاصطياف بشكل عام. ملخصها إن تأمل وتحليل سلوك الاصطياف عند المصريين ممكن نخرج منه بنتائج عامة على المجتمع المصري بأجمعه. التغيرات اللي حصلت على سلوك الاصطياف تعكس تغيرات كتيرة جدا حصلت على المجتمع المصري كله بشكل عام. بشكل عام نقدر ناخده كعينة نفهم باقي الحاجة. ممتاز. بالزبط. التغيرات اللي حصلت على مناطق الاصطياف، توزيع جغرافي ليها، تغيرات نخرج منها بنتائج تعكس لنا التقسيمة الطبقية في المجتمع المصري أو حجمها أو سلوكها الاجتماعي ونظرتها للآخرين شكلها عاملة ازاي. ممتاز. تأمل سلوك واحد ممكن يكشف لنا أبعاد اجتماعية، أبعاد اقتصادية، أبعاد ثقافية، تفهمنا جانب مظلم من حياة المصريين. ممتاز. طيب أنا عايز أبدأ بحاجتين الحقيقة، أسأل حضرتك حاجتين، حاجة تاريخية ورقم أنا ذكرته من شوية. عايز أبدأ أنه المصريين زمان كانوا مقررين أن هم ما يروحوش المصايف لو بيسافروا بره مصر، ده يعني ده رقم واحد تاريخيا. ومع الحرب العالمية طبعا اضطروا بعد كده أنهم مش عارفين يسافروا فقعدوا في مصر. الحاجة التانية، وده في ذلك الوقت كل الكتابات اللي موجودة كانت تتحدث عن نخبة النخبة، يعني كانوا بيسافروا تقريبا مطلق عليهم البكوات والبشوات، يعني ما كانش المواطنين العاديين بيسافروا. أنا ذكرت في البداية أنه تقريبا وفقا لآخر الإحصائيات أنه ما يقرب من 40 مليون يعتاد على الاصطياف سنويا، وده رقم تقريبا يعني يقترب من 40% من تعداد الشعب. أولا الرقم ده نسبته عاملة إيه، وتاريخيا يعني لماذا تحول المصيف من فكرة إليتست، فكرة نخبوية جدا، إلى يعني فكرة عامة تقريبا بنتكلم في يعني قريب من نص الشعب. بشكل عام سلوك الاصطياف هو نوع من الترفيه وتجديد النشاط. الفهم ده للسلوك غير معتاد على طبيعة المجتمع المصري أو المصريين في فترة تاريخية معينة، لأنه مرتبط رقم واحد بمستوى المعيشة، نمط المعيشة، طريقة حياة معيشة الناس، رقم اتنين بهيكل المهن اللي موجودة. مع مفهوم أن فكرة الترفيه والاستمتاع عن قطاعات من السكان مرتبطة بتطور نظام اقتصادي معين مصاحب للرأسمالية الحديثة، وإن في نظم اقتصادية سابقة ما كانش المعنى ده موجود. هو الفكرة إن النظام الرأسمالي عايز العمال بتوعه يجددوا نشاطهم عشان يرجعوا ينتجوا بقدر أكبر، وبالتالي تنشأ فكرة الترفيه بأشكال متنوعة، منها فكرة الأجازات الصيفية أو طبعا عند الخواجات يعني تبقى في الشتاء، عند المصريين تبقى في الصيف. الناس طبعا لازم يدركوا ان احنا يعني لا نتحدث فقط عن المصايف اللي يعني تظهر في وسائل الاعلام، لا مصايف الجميع، بنتكلم على كافه نقابات العمال في مصر. بالزبط. بتعمل مصايف لعمالها وموظفينها، كافه الشركات، يعني الفكره عامه وكبيره. بالزبط. لا تقتصر على طبقه معينه، ولكن هنتحدث بقى بالتفصيل. فده لما نرجع تاريخيا لفتره تاريخيه سابقه، هو طبيعه المهن اللي كانت سائده في المجتمع المصري شكلها ايه؟ نسبة سكان الحضر في مصر كان نسبتها كام؟ نسبة إلى الريف، لأن سلوك الاصطياف أقرب لكونه سلوك حضري أكتر منه سلوك ريفي بالأساس. وبالتالي تطور سكان نسبة الحضر في مصر هو اللي يعني جرادولي كده زادت معايا نسبة معدلات الاصطياف. إنما لما نرجع تاريخيا ممكن نكتشف إلا أن سلوك الاصطياف ده هي فكرة مستوردة رقم واحد، ربما بقى من الخواجات اللي عاشوا في مصر، ربما من المصريين اللي كانوا بيسافروا بره وما عرفوش يسافروا زي ما حضرتك اشرت. ثم مع تطور النظام الاقتصادي بدايه بقى من الستينات ونزوح قطاع كبير جدا من السكان الريفيين للعمل في الصناعه في مصر وسكن المدن، بدات تظهر فكره اصطياف المصريين او تنتشر عن قطاعات اكبر من المصريين، فتنظمها مؤسسات مسؤولة عن العمل، تنظمها مؤسسات
اجتماعية ربما إلى آخر. مفيش جهة عمالية في مصر أو مهنية في مصر حاليا ما بتنظمش سلوك الاستياف أو المصايف. ثم سكان الحضر اللي طلعوا من أقل من 30% النهاردة في آخر تقدير لجهاز الإحصاء 43%، 43% من سكان مصر هم سكان حضر. عندنا تطور رهيب في نسبة سكان الحضر يخلق معاه زيادة في حجم الطلب على الاستياف. ثم طبعا مش معنى كده ان اللي بيروحوا المصايف بس هم سكان مدن، انما في بالتقليد، في بتطور معدلات التعليم، بارتفاع مستويات التعليم، في بالنظر بقرب المسافات بين الريف والحضر بدا هذا السلوك ايضا ينتشر عند الريفيين. انما لما نشوف الشخص الريفي التقليدي الذي يمتهن الزراعه هو واسرته وابنائه وغيره، فكره الاستياف دي وانه ياخد اجازه عشان يروح مصر هي بعيده تماما عن نمط معيشته وعن اولوياته في الحياه. فهذا السلوك بدا ينتشر الى حد ما، ينتقل من الحضر الى الريف فتنشا معاه. اذا احنا عندنا تطور في مهن بدا ترتب عليها الطلب على الاستياف، زياده في عدد سكان المدن ترتب عليها الطلب على التطور الطبيعي بتاع التطور الرئيسي، يعني بتاع الرأسمالية التوابع اللي بتتم، يعني كل ما تنشط الرأسمالية تنشط طبعا. انا عندي سؤال عايز افهمه في ظل هذا الاجتماع، ونحن نتحدث كثيرا الحقيقة عن التكلفة، ونتحدث كثيرا عن الاسعار، ونتحدث عن ان يعني كم انت قاسية ايتها الحياة، يعني في كل الارقام اللي بصيت لها الحقيقة واشتغلت عليها توصلت الرقم صعب جدا، انه غالبية كبيرة جدا من الأربعين مليون دول بيخططوا إلى الاستياف، ده رقم واحد بيخططوا، يعني واخدين قرار مسبق وما بيناقشوش هم هيروحوا ولا لا، هم هيصطافوا. اتنين، وده الرقم المذهل بالنسبة لي، انه تقريبا بينفقوا 10% من دخلهم السنوي على الاستياف. فهل ده سلوك أصبح ضرورة وليس، احنا دلوقتي بنقول ان ده ترفيه، حضرتك صحيح. كل علماء الاجتماع يعني بيتفقوا ان ده ترفيه صحيح. ليه احنا عملناها ضرورة سنوية؟ اتنين، نصل الى الانفاق 10% من دخلنا اللي احنا شايفينه قليل اصلا من اجل هذه العادة، يعني كيف تطور الامر الى ان اصبح المصيف من ترفيه وامر اختياري الى ضرورة اجتماعية؟ طبعا في حجم الطلب على الاستياف بقى ضرورة بحكم طبيعي نمط الحياة المصرية الحضرية، ده رقم واحد. رقم اتنين، ضغوط الحياة في مصر في العشرين تلاتين سنة اللي فاتوا خلق طلب اكتر على الحاجة الى الترفيه. افتقار المدن لقنوات ووسائل ترفيه ربما تفرغ جزء من الطاقات سواء للأطفال أو للإناث، مش بس لرب الأسرة المشتغل. فبدأ حجم الطلب على الترفيه يجي من أفراد اخرى داخل الاسره، عشان كده نلاحظ العدد الكبير ده ل 40 مليون. ال 40 مليون يعني 8 مليون اسره، يعني من 8 ل 9 مليون اسره، يعني تقريبا غالبيه الاسر يعني اسر ثريه واسر متوسطه فوق متوسطه وابر كلاس، وحتى ال 10% ال 10% الدخل معدل. يعني في ناس بتصرف اكتر من كده بكتير في المصر، وفي ناس بتصرف حجما اكتر من مبلغ اكتر بس نسبة اقل من 10%. طيب انا يعني عايز الناس برضو كانوا بيتكلموا على المصايف، انا عايز انا وحضرتك نسمعهم ونرجع نتكلم، لان هم برضو عندهم تصور ان المصيف زمان كان احلى او ان في نوستالجيا او ايه بالظبط الموضوع. خلينا حضرتك دكتور خالد نشوف الناس شايفة المصيف ازاي. الساحل الشمالي برضو كويس، بس الحاجات بتاعت زمان مع العيلة وكده احلى برضو، يعني مع العيلة بقى واللمة وكده. يعني دلوقتي ما تلاقيش اللمة دي، كل واحد طالع لوحده وكده مع اصحابه، ما تلاقيش زي اللمة بتاعت زمان. شغل زمان طبعا كان بيبقى فيه مشاكل، ولحد وقتنا هذا فيه مشاكل. احنا عندنا مثلا في السويس الشواطئ العام مثلا على طول المشاكل على البنات وعلى لبس البنات وعلى بس التحرش اللي هو بتاع الشباب. مفيش تحرش هناك، لا يعني البنت عادي تنزل زي ما هي عايزه، بس مفيش تحرش. ما كانش زمان في تحرش ولا الكلام ده ابدا، وكنا بنلبس قصير وفوق الركبه، وما كانش في حد بيعاكسنا ابدا، مفيش الا الايام دي. هو زمان بصراحه كانت ليها طعم، دلوقتي يعني الواحد لما بيطلع التكلفه زياده عن اللزوم في الساحل الشمالي، فلذلك بيلجأ لبلطيم والمصايف الشعبيه واسكندريه وكده. هو اكيد طبعا الساحل، انا عن نفسي ما جربتش المصايف زمان دي، بس هو اكيد يعني الساحل احسن بكتير. بحب المصايف القديمه زي راس البر وجمصه
يعني بتبقى حاجات عائليه وكويسه يعني. هو الساحل احلى بس الناس مش بطبيعتها يعني. هو الساحل كجو وكنظافه وكده فيها شياكه افضل وفيها خدمات احسن، ولكن الناس بتروح مرسومه قوي، مش واخده طبع المصيف اللي هي تبقى رايحه فريش وتنسى همومها وتنسى حتى الميك اب وتنسى اللبس البسيط، لا بتبقى رايحه مرسوم قوي، فيمكن هي دي مشكلتها. بسم الله ما شاء الله جمهورنا حط شويه اسئله عظيمه جدا، عنده بعد سيسيولوجي وكلها اجتماعيه. صحيح. واحد، هل الموضوع نوستالجيا؟ اتنين، مش عايز اتكلم على فكره تفكك اسري، ولكن المتعه كانت في السابق متعه عائليه اسريه والان لم تصبح كذلك ولماذا؟ ثلاثه، انه الحقيقه يعني السيده المشاهده الكريمه اللي هي اخر واحده كانت في التقرير بتقول لك انه الناس ما بقتش بطبيعتها، وتشير بوضوح الى المناطق الارقى في الساحل الشمالي. ثلاثة والسيدة الفاضلة الأربعة، السيدة الفاضلة المحجبة تتحدث عن أنه هناك تغير حقيقي في المجتمع، وبتقول أنه أصبح هناك تحرش، والشاب اللي كان بيتكلم على شاطئ السويس يقول أن هناك شواطئ ولكن هناك أيضا تحرش، فظهر أيضا مشكل اجتماع. إحنا بصدد الحقيقة يعني الكثير والكثير والكثير. أنا سيب لحاجة بقى المجال براحتك، يعني إذا يجوز التعبير تعرلنا يعني كل هذه الظواهر الواضح انها مضايقه الناس. اولا المصريين عندهم حنين للماضي بشكل رهيب. المصريين والعرب بشكل عام يعني. ففي دايما تفضيل الى ان ما قد ذهب هو افضل ولن يعود بنفس الجمال وبنفس التذوق وبنفس الطعم. حاجه عامه يعني. في تاملنا لكل جوانب حياتنا. وليس فقط المصائب. بالظبط بالظبط. فدي اشكاليه في حد ذاتها. ربما تعكس جزء من طريقتنا في التفكير، ربما نظرتنا للحياة، ربما نظرتنا للمستقبل، وهذا هو الأخطر، إن اللي جاي هيبقى بكل تأكيد مش أفضل من اللي راح. دي نظرة للحياة تخلي إقبالنا على الحياة وتخطيطنا لبكرة أو للمستقبل يعني بشكل عام، تخطيط ربما يبقى مش جيد. زي ما قلنا ان تحليل المصيف سلوك الاصطياف يعكس لنا جوانب كثيره جدا من المجتمع المصري، وهذا ما اشار اليه الساده الذين شاركوا معنا بافتتاح الحوار. بمعنى ان اذا قلنا ان سلوك الاصطياف سلوك حضري، هو ايه طبيعه الحضر في مصر وطبيعه سكان الحضر في مصر؟ هناك تدهور حضري وتراجع اخلاقي في المدن المصريه بشكل رهيب. معدلات في عنف عام في الشارع، تحرش جماعي في مناسبات اجتماعية أينما تجمع، مناسبات للتجمع عدد كبير من الناس، مش بس أمام السينما وفي الأعياد، ده كمان حتى في مباريات كرة القدم والألتراس وخلافه، أينما تجمع عدد كبير من الناس فتظهر المشكلات. هذا الحضر، هذا القطاع من السكان ينتقل إلى الشواطئ بمشاكله وبخلفيته وبطريقته في التفكير. فبتظهر هذه المشكلات. رقم ثلاثة، ان المدن المصرية، المصريين شاهدوا جانب من التغير المادي والمعنوي على مدى 30-40 سنة فاتوا، ابرزهم على الاطلاق تغير النمط العام لزي المصريين. احنا بنتكلم في حاجة ملموسة، في حاجة شكلية. اللبس اللي بيلبسه المصريين النهاردة، المرأة المصرية اليوم ليس هو الزي الذي كانت ترتديه المرأة من 40-50 سنة فاتوا. وأيضا الزي الذي يرتديه المصريين على الشواطئ اليوم ليس هو نفس الزي الذي كان يرتديه المصريين على الشواطئ من 40-50 سنة. المجتمع المصري مر بحالة تغير، مش بس مادية بقى، احنا بنتكلم في مظهر بس واحد هو الزي ده، كمان هذا يعكس طريقة في التفكير، هذا يعكس نظرة للآخر، هذا يعكس سلوك في التعامل، سواء كان بقى يعني تجاوزا نسميه سلوك حضاري، سلوك راقي، أم سلوك أقرب إلى يعني بعيد عن الرقية أو التحضر إلى حد ما يعني. فتظهر جانب كبير من المشكلات اللي احنا بنشوفها على المصيف. التنقل، ودي النقطة الرابعة بقى، زي ما بيحصل عند المصريين وطبعا في كل المجتمعات مش في المصريين بس، سعي دائم نحو التميز. البشر مجبولين على هذا السلوك. مخلوقين على هذا. كل شخص هو بيسعى في حياته الى انه يتميز على الاخرين. التميز ده ممكن يبقى فردي، ممكن يبقى جماعي،
فتظهر سلوكيات جماعيه لجماعه من السكان عايزه تميز نفسها في اماكن السكن فتخلق مناطق سكنيه جديده، عايزه تميز نفسها في اماكن الترفيه او في مهن بتشتغلها او في تعليم بتتعلمه فتنشا جامعات خاصه ومدارس خاصه وخلافه، او مناطق عايزه تصيف فيها فتعمل لنفسها شواطئ خاصه. المدن باحيائها الداخليه لها راس مال بيتكون، ممكن نسميه راس مال ثقافي ليها، بتكتسبه من الطلب عليها وخصائص السكان بتوعها. انما اينما نشا هذا الراس مال وزاد بيخلق طلب اكتر من القطاعات الوسطى والقطاعات الدنيا، دايما عايزين يروحوا الى هذه المناطق. وقتما يظهر هذا الانتقال للقطاعات الاخرى فبنشوف نزوح القطاعات العليا اللي عايزه تميز نفسها. هذا سلوك صراع دائم بين الطبقات، بين التميز من ناحيه طبقه عليا وطبقات وسطى او دنيا او شرائح عليا من الطبقه الدنيا عايزه تقلد او تتماثل مع طبقات مع الفرق الكبير. انا عايز بس استفسر عن نقطه صغيره في النقطه دي. طيب احنا عايزين نتميز، زمان من اشهر الوقائع واحنا بنشوف سيره المصايف يعني انه كان شاطئ ستانلي كان من اشهر الشواطئ اللي بتروح فيه كبار الاسر المصريه، كانت بتروح هناك وبدا نقدر نقول عليه مضايقه للفتيات، فكان القرار ان هم علشان يخفوا هذه المضايقه فعملوا الدخول بثلاث قروش، انه مش اي حد يدخل هذا الشاطئ. صحيح. ومن هنا يمكن من اللحظه دي انتفت عندنا فكره الشاطئ العام وبدا فكره الشاطئ الخاص. صحيح. هل في سنوات الاربعينات كان في هذا الصراع، هذه الفكرة الاجتماعية، ولا الفكرة الاجتماعية دي نشأت في مراحل لاحقة؟ هذه فكرة إنسانية، إنسانية في أي تجمع بشري. بحجمها بيختلف، معدلاتها بتختلف، طرق آلياتها بتختلف، وسائلها بتختلف. إنما فكرة السعي نحو التميز يعني المفارقة الآخرين في نمط الحياة ونمط المعيشة وخلافه، ده اللي يخلينا نفهم هو ليه أحياء في مدينة القاهرة في الأربعينات كان بيقطنها علية القوم، النهاردة نزحوا منها وحصل فيها تغير في طبيعة سكانها الاقتصادية والاجتماعية. بالظبط الحلمية، بشوات الفلاحين، جاردن سيتي، دايماً شاركس، هذا السعي موجود مش في مصر، مش في مصر في العالم كله الحقيقة، ولا في القاهرة بس، في العالم كله. بالظبط. صحيح. في المصايف أيضا حصل نفس الحكاية، حصل انعكاس لنفس بالظبط السعي الطبقي للتميز، جماعات معينه سيدي بيخليهم ينزحوا من اماكن، ثم المعموره، أماكن أخرى، ثم العجمي، تلصق بهم هم فقط، ويبقى الارتياد هذه الاماكن ليبل للتعريف الطبقي والتعريف علامه داله على وضعهم الطبقي. خلينا نتوقف عند النقطه دي. هذا ضيف الكريم الاستاذ الدكتور خالد عبد الفتاح الحقيقه بيقول لنا على نقطه مهمه، انه المصيف هو حاله لقراءه المجتمع وقراءه تحولات المجتمع. ابناء الحضر او بعض ابناء الريف بيهجروا الوادي وبيروحوا لحظه للبحر، بنقول ان هم عايزين الاجازه، ولكن تنشا ايضا المعركه الاجتماعيه. لماذا تنشا المعركه الاجتماعيه في لحظه عايزين نشم فيها هواء وناخد فيها اجازه؟ اعتقد ان ضيفي الكريم الاستاذ الدكتور خالد عبد الفتاح سيكون لديه الكثير والكثير عن هذه النقطه، ولكن بعد الفاصل مع الدكتور خالد طبعا الحوار مستمر. ويبقى الحوار مستمرا على شاشة اون لايف. نحن الليلة نتحدث عن الناس والمصايف، نتحدث عن معركة اجتماعية، وأيضا نتحدث عن أفكار استثمارية على شواطئنا، وبالتالي لدينا حديث عن صراع اسمه يا دكتور؟ يعني خليني أسألك كده، الصراع صراع طبقي، صراع اجتماعي، يعني لماذا يعني عايز أسأل في النقطة الأولانية بس الأول، يعني لماذا تحولت الفكرة من فكرة الإيجار إن أنا بروح شوية وقت، ثم تطورت الفكره من ما يطلق عليه بقى التايم شير، شراء اوقات، الى امتلاك وحدات يصل بعضها يعني مش عايز اقول ارقام، ولكن بعضها بيتجاوز ال 50 مليون جنيه. صحيح. ده يعني احنا عندنا فكره، او ممكن نتفق على فكره، بان الحياه الاجتماعيه بشكل عام عند البشر في كل المجتمعات ليست بريئه، وان الحياه الاجتماعيه دائما مليئه بالشياطين. الشياطين بالمعنى، مش بالمعنى دي بس، الشياطين بالمعنى آليات الماركتير بشكل عام، هو شيطان بيحلي قصادك كل حاجه، آليات
تساعد بينقلك من هم يسعون للتميز وتحجب عن من هم أدنى وتحافظ دائما على وجود مسافات اجتماعية بين البشر. ده ما نقدر نحلله في التعليم، نقدر نحلله في العمل والمهن والوظائف، نقدر نحلله أيضا في سلوك الاستياف. هل الدولة المصرية بسلوكها طبعا أو أي دولة أو أي حكومة أو أي سياسات تقف موقف محايد في هذه المعارك الاجتماعية؟ بكل تأكيد لا، وهناك تحيز دائم من الدول نحو الجماعات المسيطرة والجماعات ذات النفوذ والجماعات ذات المصالح. فنلاقي أراضي تتاح مجانا لناس تبني كومباوندز وناس تبني منتجعات سياحية وناس تبني تايم شير وناس تعمل كذا، ويصبح الدخول عليها بالكارت، أو إن اللي له ملكية جوه هو بس اللي له حق الدخول ويمنع من هم. هل الجيتد كوميونيتي دي موجودة بس في الاستضافة؟ هي أيضا موجودة. أسأل سؤال هنا عرضي برضو، طب وايه تقدير حضرتك انه بعض الشواطئ تمنع دخول المحجبات على سبيل المثال، او حتى بعض المطاعم كما حدث قصه شهيره من سنتين في مارينا ان واحد المطاعم منع دخول محجبه وبعد كده تعلل انه يقدم بعض المشروبات الروحيه وذلك لا يتماشى، هو خد لها قرار، ايه راي حضرتك في هذا التفسير؟ يعني مش الملبس ده حريه برضه؟ بكل تاكيد الملبس حريه، واحنا في مجتمعنا المصري زي كل المجتمعات على المستوى العالم في تغير في الاتجاهات والسلوكيات، زي ما الزملاء اشاروا كده اللي شاركوا معانا، ان زمان كانت الاسره كلها بتسافر صيف، انما دلوقتي في الافراد بيسافروا مع اصدقائهم او خلافه، في اتجاه نحو الفرديه وفي اتجاه نحو قيم الحريه. ما هياش منضبطه دلوقتي لان القوانين هياش مفعله بالقدر. لا ده هو بيستخدم كلمات عجيبه، يعني مؤخرا كده الاسبوع اللي فات حصلت شبه معركه مع سيده ما يطلق عليه لبس المايوه الشرعي، يعني صحيح. مش لابسه، وبعدين قال لك اصل دي سياسه الشاطئ. يعني ذا بيتش بوليسي، يعني هاو كم، يعني ازاي يا دكتور الناس بيروحوا للافكار دي؟ احنا في تغيرات بتحصل في المجتمع المصري متجاوبه مع التغيرات اللي بتحصل على مستوى العالم كله. بغض النظر عن موقفنا احنا لنا هي كويسه ولا وحشه، ايجابيه ولا سلبيه، بس في ميل نحو الفرديه مقابل الجماعيه. ده كويس ولا وحش دلوقتي؟ في قطاعات تبص له على انه وحش، انما في قطاعات اخرى تبص له على انه شيء جميل ومزيد من الحريات والاستقلاليه وخلافه. انما ده الواقع، وان المجتمع المصري ما هوش منعزل عن اللي بيحصل في العالم كله. هذا الاتجاه نحو الحرية ونحو الفردية لابد أن يكون منضبطا، حتى يعني جوانبه السلبية ما تظهرش قوي. الانضباط ده مش موجود. لابد أن يكون في قدر كبير من الوعي بفكرة الخصوصية، فكرة الحريات في الملبس والسلوك وغيره. هذا الوعي أيضا مشوش أو يعني ملتبس مع جوانب أخرى. مين اللي يخلق من شخص وصي على سلوك الآخر مهما كان نوعه، طريقته في التفكير، طريقته في اللبس، أراءه إلى آخره؟ إنما إحنا شايفين هذه الوصاية موجودة في المجتمع، سواء وصاية جماعات على أفراد، في فكر، في برامج، في تعليقات، في بوستات على الفيسبوك، يعني في كل حاجة في وصاية وفي مزايدات، يعني موجودة بالفعل. موجودة بالفعل. اللي موجود في الواقع ده، اللي بنشوفه في القاهرة، اللي بنشوفه على الفيسبوك، هينتقل هو بالظبط الى الشواطئ في سلوك الاستياف. بغض النظر انا يعني ده موقفنا منه ايه، بس ده هيبقى موجود، ومش معنى ان ده حاله والناس تنقرت ليها او رفضتها او استهجنتها هتختفي. على المستوى الطبقي، على المستوى الدوله المصريه، حينما نتحدث يعني بكل هذا، يعني ايه، يعني مش عايز اكون، يعني ما مقصودش اتكلم على اي طبقه، يعني لما اوصل ان انا ادفع مئات الملايين وبقول للناس انا بستثمر، يعني هل يجوز ان البلدان حتى وبلدان زينا كده انها تستثمر المليارات على هذه الشواطئ لاستخدام شهر او شهرين في السنه يا دكتور؟ يعني هل ده اسمه استثمار؟ يعني هل هذا استثمار ولا دي معركه اجتماعيه؟ بالمعنى ان انا اوريك البيت الصيفي بالمعنى الاقتصادي هذا خساره، هذه خساره شديده للاقتصاد المصري، خساره شديده، وان حجم الانفاق اللي تم على الاستثمارات اللي انفقت في الساحل الشمالي لا يتناسب ولا يراعي حتى احتياجات المصريين من الطلب على الاسكان الاجتماعي وخلافه. يعني ايه كل الكم الانفاق اللي تم ده على مساكن لا تستعمل الا شهر شهرين ثلاثه في السنه؟ ده يدينا انطباع اخر الى مؤشرات على فكره
التميز هو السكن اللي كان في السلوك الاصطياف من 20-30 سنة كان بيتم ايه. اجازة بتتم في مكان اقامة مؤجر فترة اسبوعين واسبوعين قلة قليلة جدا هي اللي بيبقى ليها مكان دائم للاستضافة ولا غيره بتملك غيره. انما فكره طبعا بيقولوا هم كانوا الموظفين القدام اللي كانوا بيروحوا مع الحكومه ينتقلوا شهور الصيف في الاسكندريه. العائلات دي كانت بتشتري لانهم كانوا بيشتغلوا في اسكندريه اربع اشهر او خمس اشهر مع الحكومه وفقا. انما بالمعنى الاقتصادي هي ليس ليها جدوى اقتصاديه على الاطلاق. لو بيأجر اذا ليها معنى اخر. ايه المعنى الاخر؟ هو المعنى الاجتماعي. المعنى الاجتماعي الخفي. يعني ولا هو مدرك ولا هو معلن ولا هو مكشوف. ايه المعنى الخفي؟ ان في تمايز طبقي بيتم زي ما في سعي موجود في القاهره نحو هذا التمايز والتعبير وتقديم نفسي للاخرين على اني متميز وان دايما استخدم فكره السفر الى اماكن بعينها ولازم يذكر الاسم اشاره الى مستوى معيشي معين او نمط معيشي معين او خلافه يعني. فاقتصاديا فاشلة يعني اقتصاديا ليس عائدها وندفع كل هذه الفاتورة من أجل فكرة التميز عند طبقة ما بكل تأكيد والتجمع تجمع أفراد هذه الطبقة مع بعضها يعني بيعمل نوع من الدعم الاجتماعي للسلوك الطبقي رقم واحد بيعمل نوع من خلق ربما يعني خلق مصالح اقتصادية أخرى هي ما بتظهرش إلا في هذه الأماكن من التجمع قرابات ربما زيجات ربما إلى آخره. وطبعا فكرة الزيجة دي منتشرة في كل القطاعات الاجتماعية إن في جوازات ما كانتش بتتم إلا في المصيف طيب. يعني التعارف وإلى آخره. عايز أتكلم على الإنفاق في هذه المصايف. احنا شفنا ان الاستهلاك بيزيد تقريبا بنسبه 40% طبعا الغذاء والبعض ينتقل من المدن الحضريه الى المدن الساحليه. بس خليني اسمع برضو راي الناس يعني رايهم ايه في الانفاق على هذه المصايف. هو انا شايف ان لو كل واحد سافر لوحده الميزانيه هتعلى. يعني انت لو سافرت لوحدك المصاريف هتكتر بس لو سافرت في منظومه واحده يعني هو الاسره كلها مسافره مع بعض المصاريف بتبقى مع رب الاسره فهو اللي بيسيطر على ايه اللي يتصرف وايه لا. الشباب لو سافروا لوحدهم مش بيكنترول المصاريف قوي. الوضع هيتغير كل حاجه بقت تغلى دلوقتي فكل واحد ليه ميزانيته بيطلع لمكان معين. اللي بيطلع الغردقه اللي بيطلع الجونه اللي بيطلع الساحل اللي بيطلع اسكندريه كل واحد ليه مكانه. والله في امكانيات يعني انت لو خدت مارينا لو خدت مثلا مارينا مثلا من اول العجمي وانت رايحه في حاجات رخيصه وفي حاجات اغلى وكل ما تخش سنتك جوه في حاجات اغلى فكل واحد ومقدرته. في الظروف اللي بتحصل دي الاسعار كلها غاليه بس في نفس الوقت ممكن يعني اصل هو هيبقى ايه يعني 10 ايام اسبوعين في السنه يعني مش موضوع يعني اللي هيصرفوه هناك ممكن يصرفوه هنا هتبقى زياده حاجه شويه عشان خاطر الايجار او لو ما عندهمش مكان يقعدوا فيه بس هتبقى تقريبا نفس الميزانيه كاكل وشرب وتنقلات وكده. الساحل الشمالي موفر لي كل حاجه اتس اوكي وامكانياتي الماديه تسمح هروح على الساحل الشمالي وهاخد فتره معينه بحيث ان انا ما ابقاش متقيد بس بالساحل الشمالي. فتره الصيف او الاجازه معايا هتسمح وفي لسه معايا فائض ممكن هنزل على مناطق ثانيه شرم غردقه. والله هم يعني بيطلعوا مع بعض توفيرا للنفقات يعني بتتقسم النفقات على المجموعه اللي طالعه وبيقدروا يتعايشوا بالمبلغ اللي بيقدروا يوفروه ميزانيه معينه بيحطوا مثلا ميزانيه معينه هنعمل كذا هنعمل كذا بدل ما تبقى على شخص واحد. أنا عندي فكرتين الحقيقة حابب أتكلم فيهم. الفكرة الأولى إن استكمالا لحديثنا السابق إن فكرة المسافات الاجتماعية اللي بين الطبقات في المجتمع المصري بشكل عام بتحول لمسافات جغرافية في المصايف كمان يعني تتركز أبناء طبقة معينة في مدن أو في مناطق بعينها بينما أبناء طبقة أخرى يميلوا إلى التردد على أماكن بعيدة ربما أو ما يبقى الدخول إليها عليه قيود وخلافه. وكلما اقترب منهم هذه الطبقات الدنيا أو الوسطى نلاقي فكرة النزوح والحفاظ على المسافة الدائم موجود فيبعدوا أكتر. فنلاقي اللي كانوا بيروحوا الغردقة أول ما الغردقة يبقى ليها سوق بين طبقات وسطى أو غيره فيبعدوا مسافة أكتر لمرسى علم أو يبعدوا مسافة أكتر على الساحل البحر الأحمر وخلافه. نفس الفكرة على الساحل الشمالي. فكرة المسافة الاجتماعية تتجسد
امامنا على الارض المسافات جغرافية كما حقيقية. هو موجود في المدينة على فكرة الاحياء. الفكرة الثانية ان عند اي تجمع بشري لازم تظهر انشطة اقتصادية. وانشطة اقتصادية ربما تكون مؤقتة بحكم هذا التجمع او بظروفه او بخلفياته. زي اللي بنشوفه في تجمع في موالد، زي اللي بنشوفه في تجمع في محطات سفر او اماكن مفارق طرق او خلافه. يعني تجمع الناس على المصايف او على الشواطئ بيظهر انشطة اقتصادية موسمية في هذه المناطق ربما ما بتبقاش موجودة طول السنة. في حاجات مرتبطة بالبنية الأساسية في المدينة، منها نشاط لتأجير شقق وعقارات، منها رواج لبعض بيع بعض الأشياء بالضبط، أو أنشطة الترفيه أو خلافه. يعني عندي برضو سؤال، يعني حبش أقول والله أنا محرج يعني، بس أنا آسف يعني بعض الناس تنتقد مثلا أحد القرى السياحية على الساحل الشمالي وكتبوا يمكن يقول يعني احنا خلاص لازم نبيع وحداتنا هنا ونروح مكان تاني لانه الشط بقى عليه، وانا بعتذر طبعا يعني، بقى عليه جلاليب وحلل محشي. وده تعبير بيستخدم بشكل عام على وصف انهيار قرية ساحلية او انهيار مصيف، وانه كده خلاص ده ما بقاش مكاننا. هو ده بقى للأسف مش موجود في القرى السياحية بس، اللي هو عند الملاك كمان. ده ظواهر نبدأ نشوفها في الفنادق كمان بحكم انخفاض معدلات السياحة الأجنبية واللجوء للسياحة الداخلية. الفارق بين السلوك المصري والسلوك الأجنبي، أو الفارق بين السلوكيات الطبقية في المصايف، ده اللي بيخلي فكرة الحفاظ على المسافة دايما موجودة. تفضيلات الناس ما هياش واحدة، أذواق الناس في الحياة ما هياش واحدة. ده مش معناه ان ده صح ولا ده غلط ولا ده كذا، انما احنا زي ما اتفقنا ان التحضر في مصر ما هوش حداثي، ما هوش تقدمي، ونقدر نقول ان هو ملوث فيه هجره ريفيه حضريه اثرت على الريف اكتر ما هي اثرت على الحضر اكتر، يعني ريفت الحضر اكتر ما هي حضرت الريف. يعني فجت اثرها السلبيه وغيره كتير جدا جدا من العوامل اللي اثرت على تراجع القيم، فكره الحضريه، ان الانسان يبقى حضري بالمعنى هذا ايضا انعكس على المصايف وتوزيع المصيفين، توزيعة المصيفين الطبقية في سلوكياتهم. يعني أنا أفهم وأستطيع أن أبرر هذا التصرف وهذا السلوك لسعي جماعات للانتقال أو النزوح إلى أو البحث عن أماكن أخرى سلوكهم فيه يبقى متشابه مع بعض. ممتاز. إنما عند اللحظة اللي بتظهر فيها هذا الاختلاط تظهر فكرة معركة المفارقة خلاص ولازم نمشي. عندي سؤال أخير دكتور خالد، وخليني أقوله بوضوح، يعني البعض مثلا يرى، ما بتكلمش من زاوية دينية، بتكلم من زاوية اجتماعية وزاوية أخلاقية أيضا، يقول لك أصل المكان ده بيفصلوا فيه الشواطئ سيدات عن الرجال، رقم واحد. اتنين يقول لك بيمنعوا فيه شرب الكحوليات، فده كفيل بأننا لا نذهب إلى هذا المكان، وربما أكون يعني لا بشرب كحول وأكون يعني مراتي محجبة وكل حاجة، بس هو المكان يعني تم وصفه وسمته بهذه الصفة لمجرد ان ده بقى درجة ادنى. يقال على قرية سياحية شهيرة حاليا. طبعا دي قضية شائكة جدا، مش بس في المصايف، في مصر بشكل عام. بشكل ما احنا اتفقنا يعني من الاول ان المصايف انعكاس للحالة الاجتماعية العامة. فاحنا عندنا مجتمع الان هو فاقد البوصلة. الان وفاقد البوصلة. مش قادر يحدد قوي توجهه بكره، هو عايز يمشي يمين ولا شمال، مش قادر يحسم مصيره او موقفه من فترات تاريخيه سابقه. وكما لو كنا زي ما حضرتك اشرت في المقدمه بالظبط، من يتامل صور للمصريين من نفس العيله ومن نفس الاسره على الشواطئ من 30 40 سنه يتصور ان دي صور لكائنات فضائيه موجوده في مناطق جغرافيه اخرى، مش من نفس العيلة ومن نفس الأفراد واللي موجودين، الأحفاد اللي موجودين دلوقتي اللي بيشوفوا أجيال سابقة من نفس الأسرة على الشواطئ. حصل تغير فكري وثقافي، وطبعا كان في تأثير لتغلغل تيارات متطرفة فكريا متطرفة، مش بس
في التدين وخلافه، انما هي بالاساس فيها نوع من التطرف الشديد، شوهت شويه من قيم التحضر وقيم الفرديه وقيم الخصوصيه وخلافه، وزادت ادت الى زياده معدلات فكره فرض الوصايه وفكره الحكم على الاخر وتقييم سلوك الاخرين وخلافه، فده اللي يخلينا نفهم السلوكيات. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد، استاذ علم الاجتماع. اذا هذا ضيفي الكريم دكتور خالد، ربما فكك لنا اطراف المعركه الاجتماعيه والموضوع باختصار. ما يحدث في المصايف هو انعكاس لما يحدث في مدننا ومجتمعنا بشكل عام. الناس والمصايف، ربما هذه الليله فهمنا الكثير والكثير والكثير. اصبح على خير.